السلام عليكم، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من خفايا. اليوم الثالث من تصفيات زد رصيدك ما قبل الحلم، شرح بسيط لمن انضم إلينا من جديد. فقرة خفايا كل يوم ناخذ 4 متسابقين نسولف أنا وياهم، ناخذ ونعطي حول حياتهم ما قبل البرنامج وأثناء البرنامج وخططهم المستقبلية فيما بعد البرنامج، نكتشف شخصياتهم. ضيوفنا اليوم عبد الله الزهراني، حمد الراشد، طيب الله يا حبيبي الله يعافيك، مصعب المغرم، المغرم حسين الرفيدي، يا هلا ومرحبا. شو اخبارك؟ صحتك طيب؟ ان شاء الله انك طيب. صبحك الله بالنور والسرور. هنا ولا لا؟ تعال تعال جنبنا. مصعب شو اخبارك؟ يلا حيا وش علومك؟ والله الحمد لله. مصعب المغرب. اي المغرب. المغرب. تمام. اعدادنا مره ثانيه. مسافه مغرب. صح؟ عشان ما نغلط في الاسامي. ابد خذ راحتك. اول شيء يعطيك العافيه. شكرا لك. الله يعافيك. وشكرا لدخوليتك امس في فقره من انا. ابد ما سوينا شيء. وامتعت. جدا. في شيء انت كتبته اتوقع كان عن الشاورما؟ ايه الشاورما، لاني والله انت شاعر. شاعر وجوعان بعض الاحيان. طيب سمعنا شيء عن جوعك. لا جوعي الى الان ما كتبت فيه شيء. بالله؟ ايه بالله. يلا ان شاء الله تكتب واليابس يشلها باذن الله. عن الجوع اهم شيء. عن الجوع والشاورما بالتحديد. جال عابي سمعنا شيء جل عن شبعتك. طيب اسمعك شيء. تبي اسمعك الرديه اللي تبي؟ وش اللي في خاطرك؟ هذه ردية يا طويل العمر. أنا واثنين من الأشخاص كنا نتنافس في مجال الشعر. حلو. وكانوا هم يمكن أعلى مني خبرة، فغابوا فترة عن القصيد وأنا طلعت بروحي. فأرسلت لهم قبل فترة قلت شعار نول بالقصيد تغني، والعام غابوا واختلف معدنهم. مرت سنة من يوم غابوا عني، واليوم جيت انشد بطيبي عنهم. انا اخبر انهم كانوا اشعر مني، والعام هذا صرت انا اشعر منهم. الله 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 الله. رد رفيقي قال يا مرحبا بك يا الخبير الفني اللي يغش الناس ويجاملهم. ما نختلف، لو الحروب تشني خل الكلام اللي يجي فلسنهم. عند الشعر والله شاش الجني انك مع الشعار وازعلهم. هذه من الرديات. صح لسانك. بقول شيء أسلم. ولا قصر في زملائك، لو كنت أملك كرت ذهبي لتأهل زد رصيدك لأحد المتسابقين راح يكون لك. جعلني والله أهداف. تسلم تسلم والله. حسين يعطيك العافية. الله يعافيك. وش أخبارك؟ بخير الله يجزاك. طيب نحمد الله. كيف شفت رأي اللجنة أمس وتحديدا فهد معيان؟ كان منصف في إيه؟ في تقييمك أو رده؟ تقييمي أنا ما بعد طلعت في الفقرة هذه. أنت كانت في مشكلة بينك وبينه؟ إيه. وش كانت المشكله بالضبط؟ المشكله ان الرجال قال ما ادري تعال يا حسين. اي انا شفتها وكان في اعتذار وما اعتذار. اي نعم قلت ماده انه يعني انا بختار ما احتاج قرعه، كنت احسب ان الوضع بيتقبله في هذا المعيار. كان قرعه لايش؟ اللي بيغير هذا اللي بيلبس الاربيز. الاربيز اللي بيلبس في اليوم الجاي. فتفاجأت ان ادم عيان رد علي بتغرز. وش رايك في رده؟ والله ما حاب تقول له. حاب اقول له انا اسف. الله والله صحيح، لاني احترم الرجل هذا جدا. طيب ولو كان في شيء يعني من فهد تجاهك، انا ارى اني امثل فهد فانا اعتذر من يعني بلسان فهد لك انت، واقول لك انا اسف باسمي باسم فهد. الله يرفع قدرك. الله يسعد قلبك ويخليك. احسن انت شاعر ان شاء الله؟ نعم. لا شاعر ولا ان شاء الله ولا متذوق بإذن ولا الله. متذوق توترني تكفى. ان شاء الله انك تكون شاعر. لا ماني متذوق. شاعر ان شاء الله. نسمع شيء. ابشر. يقول اطلب الله وانثني له بمدات الكفوف، مرسل على غوى قوم صالح ناقته، رافع السبع السماوات وكبار القنوف باسط السبع الأراضي وهي ملاقته، فوق عرشه جل شانه ما توصف الوصوف، قاسم الأرزاق معطي بنادم طاقته، كاشف سريرة العبد
ووزان الكتوف وحاك من غروب بحر الفضاء وشراقته أطلبك يا الله في يوم تحشرنا وقوف جنتك ورضاك ومحمد وصداقته. سلامتكم هذه بيات صح لسانك قصيد واجد يعطيك العافية ونرجع لك إن شاء الله. عبد الله كيف الحال؟ نحمد الله. وش أخبارك؟ بخير وفي نعم. عساك طيب؟ بخير وما شاء. أبرز معاناة كنت تعانيها عبد الله منذ الصغر وش كانت؟ أول الطول بس ما كان في شيء ثاني. كنت تعاني من موضوع الطول؟ أي والله. وما شاء الله الحين صرت أطول منك كلنا. اللهم لك الحمد. وش كانت المعاناة بالضبط؟ هو نظرة السنقاص شوي بس. من مين؟ يعني تعرف أنت مدرسة والطلاب باقي يعني ما هم عقال مرة. فانا يشوفون انه في استنقاص من ذا انه قصير قصير فربي عوضك ما شاء الله وصرت اطول منهم كلهم. اللهم لك الحمد. في يعني كنت انت تبث يعني انت في كثير من الابلكيشنات كنت تطلع بكمامه، السبب وش الشيء اللي كنت خايف منه؟ اول شيء هو كان في تحدي بين انا وواحد. وش كان التحدي؟ هو في واحد جيمنج لابس كمام هو يبث، فانا قلت لخوي انا اقدر اصير نفس هذا. قال والله ما تقدر لانه هو يدري ان انا عندي كان رهاب اجتماعي من الكاميرات. رهاب من الكاميرات مو اجتماعي، لا رهاب من الكاميرات. اي واحد يرفع الجوال خلاص انا. مو هذا ترى مو مشكله، كثير من الناس يخاف من تواجده امام الكاميرا، ولين اليوم يعني من 2015 في مجال الاعلام الكاميرا لها رهبتها. اي احد يقول لك هذا يعني رهاب اجتماعي وانك انت تخاف من الكاميرا هذه كلمة غير صحيحة. لا مو رهاب اجتماعي، لا انا كان في بس انه من الاشخاص تتوتر قدام الكاميرا شوي. ها ولبستها ونزلت مقطع ضرب مرة، يوم شفت ضرب استمرت في الشيء هذا. شفت من شفت انا شفت كلام كويس كمل يما شفت ان ادائك كويس. ايوه استمرت. اتوقع ليش الناس حبتك؟ عشان الكمامة ولا عشان شخصيتك؟ لا ان شاء الله عشان شخصيتي. عشان شخصيتك ان شاء الله. بس انا شفت تفاعلك قل بعد ما فصلت الكمامه. لا ابد، لان اصلا اللي يقول كلام ذا ما شافني اللي بعد ما نزلت الكمامه. انا اول قبل ما انزل الكمام كانت مشاهداتي مشاهداتي 50 60 الى الحد الاعلى وصلت فيه 150 شخص ما شاء الله. هذا قبل الكمام. يوم فكيت الكمام اول يوم وصلت 9000 تقريبا، واستمرت شهرين مشاهدات مره يعني بالالاف. من بعدها جتني حاله كذا تعبت فيها وانقطعت عن البثوث، وتوي رجعت يمكن قبل 3 أشهر رجعت. اللهم لك الحمد في البث 600 700 يعني راحت الآلاف. الله لا دقيقة. هو عشان حدث صار عادي، أي حدث يصير ممكن تصير. فأنت فقدت الوهج؟ لا أنا أقول لك اذكر الله، أنا أقول لك قبل الكمام كانت 150 وهو هذا مو بوهج، لا ما فقدت شيء اللهم لك الحمد. وقتها يمشيت الكمام حدث يعني معروف أي حدث تيجي فيه تفاعل، فأنا يمكن لأني استمريت كان باقي، لكن قعدها خيرة. دعوات لك بالتوفيق، يعطيك العافية. اللهم حمد الراشد مرحبا. أهلا وسهلا، سعيد أني ألتقيك مرة ثانية. أنا اللي حقيقة سعيد. أنت من الأصوات الجميلة جدا، الله يطول عمرك وتستحق هذه التحية. اليوم أنت وين تصنف نفسك في مجال الشيلات؟ رقم كم؟ مع المقدمة إن شاء الله. مع المقدمة، من هم الذين في المقدمة؟ كل مبدع يسمعونه الناس هو في المقدمة الآن، اللي ما يسمعونه ما هو في المقدمة. بالعكس أوقات كثير فنانين نسمع لهم وأصواتهم سيئة. في مبدعين ولكن في مبدعين، احنا كمنشدين نعاني. بس ابي اعرف منهم المقدمه اللي انت قلت واجد والله. اعطني 3 أسامي انت وين في المقدمه من بينهم؟ انا ممكن على يمينه، بغيتني على يمينه لقيتني ان شاء الله. لا انا ابغى 3 أسامي. ابغى 3. اعطني المقدمه غالبا المراتب واجد صراحه. ايه ما تقدر تحدد اي منشد هذا مبدع او هذا. فانت تتكلم عن فن طغى على الفن الغنائي، خاف ان احد يزعل منك؟ لا ما خاف، لك كل مبدع له حق. تسمع لمين بسكت الجوال اول من تبحث عنه في اليوتيوب؟ جفراني. جفران معناته جفران هو المقدمه بالنسبه لك؟ جفراني وسلطان البريكي في مجال الغزل وكلهم مبدعين. جفراني ولا جفران بن هضبان؟ الجفراني اللي هو جابر من هضبان، اخوه جفران من هضبان الان ما شاء الله بعد ماسك. أخوه. اي هذا اخوه. وانت رقم كم بينهم؟ 3 ولا 4؟ انا مع المقدمه باذن الله سواء رقم 1 الان في تصنيف او سواء رقم 10 كلهم ان شاء الله في المقدمه. طيب حلو. وفي البرنامج؟ في
في البرنامج اقول شدوا حيلكم. ايش تقول؟ اقول شدوا حيلكم. شدوا حيلكم، تعلن المنافسه. اكيد اللي جاي اللي جاي هنا ما ينافس. من اللي ينافسك؟ كيف؟ من اللي ينافسك هنا؟ كلهم ينافسون. كلهم. ما حد جاء هنا الا انتم مختارين اولا. وانا يعني انت لا عادي ممكن متأكد ان اختياراتكم ممكن تكون يعني اختياراتنا في على النظره المبدئيه، لكن اثناء البرنامج عاد هذا يرجع لكم انتم. لا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن انتم سبب بعد. احنا سبب، لكن في النهايه ممكن ما تكون اختياراتنا موفقه. عادي اشياء كثيره في الحياه. عادي انا بعد في مجال الشيلات، حتى في مجال الشيلات عندي بعض اختيارات للشيلات ما هي موفقه، فنفس الفكره. ولكن صدقني انتم ما اخترتوا ذولا الا هم نخبه في هذا البرنامج، كلهم ينافسون بعض. وانا اقول شدوا حيلكم، باقي 3 ايام و10 بيطلعوا، شدوا حيلكم. طيب في كثير من الاحيان يجي سؤال، من يحتاج؟ الشاعر يحتاج المنشد او المنشد يحتاج الشاعر؟ ما تقدر يعني انت مثل ما تقول اطبخ لي بس ما عندي ادوات. لا بالعكس، سوي لي شاهي بس ما عندي شيء. انا لو شاعر والمنشد تركيبتي. انا لو شاعر اقول قصيدتي، انت لو منشد ايش بتسوي؟ انت ممكن شاعر بس ما حد يعرفك. ما لها دخل معرفة. انت تقيسها بحجم المعرفه؟ لا شوف، منشد في منشد يشيل شاعر، وفي شاعر يشيل منشد. طيب من يحتاج؟ الشاعر يحتاج المنشد او المنشد يحتاج كلهم الشاعر؟ يحتاجون بعض كلهم. انا اشوف المنشد هو يحتاج الشاعر، لأن في النهاية المنشد طيب بلا شاعر ما عنده شيء بيتغنى فيه. خلنا وياك نروح لفكرة المنشد يحتاج شاعر. 90% من الشيلات معروفة بالمنشد، ولكن 10% اللي يعرف الشاعر. انعرفت المنشد لأنه هو يؤديها، ولكن من اللي قدمه؟ ما يعني أنا من الناس اللي أحرص أن الشاعر إذا عمل معي عمل أني أحاول أظهره في الصورة، لأنه هو يتعب فيستحق أنه تروح للأنظار بعد. فممكن فتشوف ان هذا ظلم للشاعر، انه هو اللي يكتب القصيده. مجالنا شوف، بتكلم لك عن مجالنا ترى متعب جدا، ما فيه اي اعلام مرئي نهائيا. ناس يسمعون صوتك بس ما يعرفون هذا الشخص. فاحنا نحتاج مثلا، فانت غير معروف، جيت زد رصيدك عشان تنعرف. ممكن مرئيا ما حد يعرفني مرئيا، ولكن اتكلم لك عن صوت. اللهم لك الحمد، عندي ارقام كبيره، وانا ما بجاي هنا اقول لك ارقام، انا جاي هنا في صفحه جديده قادم اجمل باذن الله. دعواتي لك بالتوفيق مصعب. الله يجزاك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. مصعب، انت وين درست؟ وين وصلت في دراستك؟ الثانويه. في اشياء انت مريت فيها من ضمنها اشياء تحبها اشياء تكرهها، لكن ابرز الاشياء اللي تكرهها السباحه. هي انا السباحه لاني ما اعرف اسبح يعني. اخاف من الغرق. تخاف من الغرق؟ والله اخاف اغرق. الغرق هو اكبر مخاوفك؟ اي اكبر مخاوفي. بس عشان كذا ما احب اسبح. والله وش الموقف اللي حصل لك؟ شقلبت وبعدها المسبح سحبتني الوالده من رجلي. الله يا رب العالمين. في موقف صار لك؟ من اي ناحيه؟ في المسبح؟ لا لا هو بس غير هذا الموقف. لا لا ما في غيره. ما في اي شيء صار؟ ما في غيره. طيب الخذلان وش يعني لك في حياتك؟ والله شوف الخذلان، واعتقد انك كتبت عن الخذلان. لا مو كتبت عن الخذلان، هو شيء طبيعي الواحد ينخذل، فهمت؟ الحياه بعض الاحيان تخذل الواحد، مهما يسوي ينخذل، لكن لا يوقف، يستمر. لانك انت وقوفك عند الخذلان يعني انك تعطي الفرصه للخذلان انه يلعب بك من وين ما رحت. واذا كان من اصدقاء وتنقطع منهم قرابه الـ4 اشهر؟ هذا صحيح. وش كانت المشكلة بالضبط؟ مشكلة خلاف. وش كان الخلاف؟ كان خلاف بيني وبين أحد، بيني وبين مجموعة من الأصدقاء بسبب شخص. بسبب شخص؟ نعم. كان هو طرف ثالث في هذه العلاقة؟ نعم. تقدر تقول المشكلة؟ لا ما تقدر تقول المشكلة. لا أتحفظ. وش حاب تقول لهم؟ حاب أقول لهم أنا رجعت لهم الحمد لله، وصداقتي ذا الحين. واللي تسبب في المشكلة تركتوه؟ الحمد لله. مو معكم؟ لا لا ما هو معنا. الحمد لله. نحمد الله. يلا لك الحمد. كم كانت مدة علاقتكم؟ علاقتها مدة طويلة. كم تتوقع من خلاف بيصير في البرنامج؟ والله شوف، الخلافات أكيد أنه بيصير في البرنامج خلافات. إيه؟ ومصادم، لكن مصادم رجال. يطلع رجال. فأنا أشوف شيء طبيعي أنه يصير فيه مصادم ويصير فيه احتكاك ويصير فيه، لكن الشخص اللي يطلع من الموقف هذا بعقلانية هو اللي يفوز للأمانة. هذه وجهة نظري أنا.
كنا يطلع بعقلانية. اي يطلع بعقلانية، يعرف كيف يركد الامور، يعرف كيف يوازن بين اللي هذا وبين هذا. يركد الامور. والله ان شاء الله ان كلنا نركد الامور لبعضنا. ايه باذن الله ان كل واحد يحاول يوازن. ما تخص احد عن احد. لا ما اخص احد عن احد. لاني اشوف كلهم هنا قادة ورجال ما يحتاج. دعوات لهم بالتوفيق ودعوات لك. اللهم امين. حسين. ودي نقطع عدد التصفيق لأنها تضيع الوقت والله على زملائكم. الله يعطيكم العافية. حسين انعزلت من الناس سنة كاملة صح؟ سببها؟ سببها وش ما أنا هذا اختيار مني أنا. اختيار مني. اختيار مني أنا. حبيت إني أنا طبعًا ما انعزلت من الناس أنا انعزلت أكيد إني مع أهلي ومع أصدقاء المقربين وكذا. ودي ترفعون صوته بس صوته واضح لكم؟ ودي ترفعون صوته الله يعطيكم العافية. أنا أرفع صوتك إيه إذا سبيكر إذا في مشكلة بعد يرفعون الصوت. على خشم. الله يسعدك. ارفع صوتك سم. أنقض أنا مع أهلي ومع أصدقائي المقربين ما انقطعت. لكن كنت أحب العزلة. في ذيك الفترة. ليش وش تعاني منه؟ ما كنت أعاني من شيء بس كان الانعزال عن الناس كنت أعتقد أنا في قرارة نفسي أنها أفضل لصفاء الذهن والتفكير بشكل سليم ومن هالكلام إلى آخره فأكتشفت في سلبيات أكثر من إيجابيات. انعزالك عن الناس كان بسبب مرضك؟ ها؟ كان بسبب مرضك انعزالك عن الناس؟ لا ولا قبل أو بعد؟ لا ما انعزلت عن الناس بسبب ما 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 ما, ما هو بمرض ما هو مسألة مرض المسألة اختيار مني أنا. اختيار منك. ايه؟ أنت مريت في حالة مرضت فيها. نعم مريت في حالة مرضت فيها بس ما أبغى هو مرض عضوي ما هو لكن نعم مريت. إيش رأيك في اللي يسولفون وأنت تتكلم ما يعطون كلامك أهمية صح؟ إيه والله ما يعطون أهمية. إيش تقول لهم؟ أقول لهم إذا جو هنا ضيوف ما أعرف أعطيهم أهميةهم. بالله. ايه؟ ممكن هم يردونها لك؟ خالهم يردون ونقعد كذا نتحارب ولا وين الشعارات الرنانة ونسمع ونعزز البعض الكلام هذا اللي يجي لابد انه يقال انتوا تقولونه في الشاشة بس ما اشوف انا على الشاشة المنافسة لابد منها عرفت المنافسة اللي يخرب وقت لقائك لا هذا غلط منهم مفروض انهم يحترمون وش الرسالة اللي توجهها لهم قدامكم انا ما اعرف والله من اللي يتكلم اوجهها لهم انكم انتوا بكرة بتجوا في نفس المكان فلا يعني احترموا لأنه يعني هم ما يحترمونك لا ما احترموا اللقاء ما احترموك نعم وعدم الاحترام وش يسمى ودي أسمع كلامه محشوم وهابد بالحتسي وانتوا أصلا الرجال قاعد يسولف ما حد سمعه اللي عنده مشكلة أنه يسمع الباب مفتوح أنا باعذرة يعني ولا راح يكون عليه خصم يعني تقديرا لزملائكم وللناس اللي في الشاشة اللي جالسين يسمعون تفضل نرجع لمرحلة الانعزال وش الأزمة اللي مريت فيها حاب تذكرها ما فيها أزمة أنا كنت إنسان زي ما تقول عملي في الحياة وكان عندي أشياء عملتها وسويتها وكذا مرت فيها حسيت إنه أنا لازم أنعزل أنا لازم أنعزل عن الناس ما ولا عندي وقت أنا أضيعها أصلا هذا ما فيها أما من ناحية أنها جاني كل الناس يتعبون وجيهم أمراض وهذا المرض اللي جاني مرض عضوي وكذا أثر علي صح في حاجة معينة ممكن إذا تبغون تستفسرون عنها أنتوا لكن أنا قدامك العافية وأهم شيء بس أننا عرفنا هذه المعلومة طيب الناس عرفتك في مجال الشيلات هل في أحد شال اللي قصائد لك أو أنشدها في شيلات مناسبات انعرفت فيها انعرفت فيها عند قبائل وكذا معي انعرفت فيها ايه؟ لكن انت كشاعر لم تعرف لا ما انا في محافل ربعي والمحافل الخاصة اللي احنا فيها معروف نعم وللناس للناس ما بعد وصلت اتجهت للشيلات عشان الناس تعرفك كشاعر اتجهت للشيلات عشان الناس تعرفني كشاعر لا ما انا شعري يعني شعري مو محتاج انه يشال عشان انا اعرف في بعض القصائد صح تحتاج شيلات علشان تلمع عشان تلمع عشان تلمع تلمع اي يعني المنشد ليس الا ملمع للقصيده انت تقول اتجهت للشيلات علشان تظهر قصائدك
هذا سؤالك صح ولا لا؟ انت اذا بغيت تنعرف او تنشهر هل الناس بتعرفك من شعرك من قصيدتك من جزالتها من قوتها او من المنشد؟ لا بتعرفها من قوتها. واذا المنشد بغى ينعرف يجيك ياخذ منك افضل قصيده؟ اذا المنشد له طموح عالي ياخذ مني قصيده. حلو. اي منشد له طموح عالي ياخذ واحده بس. ياخذ واحده. إيه. وين تشوف طموح زملائك من المنشدين؟ الثانيه من عندي. وين تشوف طموح زملائك من المنشدين؟ طموح زملائي من المنشدين اشوف طموحهم عالي بس انه من اللي صوته يرضيك وبتعطيه قصيده؟ حمد عشان مشاهداته بالملايين وتبغى الناس تعرفك عن طريق حمد صح؟ نعم. كويس يعني انت ناقضت نفسك. لا أعطيها حمد لاني انا بصراحه تبي حمد يلمعك؟ ابغى حمد شفت انك خطير انت يا تركي. اسمعني انا والله العظيم يا تركي اقول لك شيء. قل. والله العظيم اني من جمهورك والله. قل لي ليه؟ لا ماني بقى شوف. شوف انا من جمهورك لانك محاور. اشوف ماني اتوتر انا من شيء. قابلت اللجنه ما اصبروا يا الربع. قابلت اللجنه ما جاني اي توتر. وقابلت الرجاجي هنا واخترت ما جاني اي توتر، لكن يوم جيت انت يا تركي اني مؤمن بتمكنك من الشغله دي. عز الله اني توترت يا حبيبي والله العظيم. انا من ناحيه حمد صوت حمد خامه الصوت حقه خامه شيلات فعلا، ما هي بخامه اغاني. فانا ما عندي قصائد غنائيه، ما اكتب غنائي. فإذا بختار من المنشدين بختار حمد لأن خامته. ننتظر عملكم إن شاء الله على حرم الجمر والله. الله يعطيك العافية. هذا إذا بيقبل العافية. لا بيقبل إن شاء الله، بتوسط لك عنده نجومية صح. لأن المنشدين أخاف يقول كلم المنسق حقي، الحق عليه قبل، ترى بعد البرنامج الأمور بتختلف والقلوب بتمتلي. عبد الله عبد الله أنت اعتمدت على نفسك وأنت صغير؟ أنت أكبر إخوانك؟ لا ثاني. أنت الثاني؟ وين كان اعتمادك على نفسك بالضبط؟ وش الشيء اللي انت كنت تحتاجه؟ والله واتجاه انه كان عندك اعتقد ترك او مكان تبيع فيه شاهي. صادق. ايه اول شيء حي فيك هذا الشيء، وهذا الشيء جدا كويس للاشخاص اللي هم من في عمرك. يعني في كثير من الاشخاص ما يعتمد على نفسه ودائما ينتظر ابوه او امه انهم يعطونه او اللي اكبر منه، ولا يتجه لمثل هذه الأنشطة التجارية، بالرغم أن كثير من الأنشطة التجارية اليوم يشار لها بالبنان كانت بدايتهم كانت تراك أو أنه بدأ من بسطة. وأنا أحب هذه الأشياء. ليش؟ لأن من يوم وأنا صغير وأنا جالس أتعلم فتحت لي بسطة بليلة واشتغلت عند عمي أخذ يومي 50 ريال لين الحمد لله تيسرت الأمور. هذه فيها أشياء كثيرة. أول شيء تعلمك كيف تواجه الناس، تعلمك كيف تتعامل مع الناس، وتنمي فيك حس الادخار في كثير من الأحيان. لكن يقولون انه مرت عليك كثير من المواقف لما اشتغلت هذه الشغله وممكن اثرت عليك بشكل سلبي او ايجابي، وش الاشياء اللي مرت عليك؟ اول شيء اللهم لك الحمد احنا في خير، اللهم لك الحمد من قبل الامور هذه. بس ابوي معلمنا انش تعتمد على نفسك. الله يخليك. فالناس يشوفون يطالعون في ابوي ويطالعون فيه ليش تشتغلون الشغل ذا. انا فلوس ابوي ما هي بلي، انا بفلوسي، انا ابي ادخلها بشغلي انا. كنا نشتغل في الشاهي انا واخوي الصغير اللي صغر مني. بالعكس الشيء ذا ما اشوفه عيب، بالعكس الشيء ذا مره حلو. وبعدها اشتغلنا في اشغال واجد ما شاء الله اللهم لك. وش الاشياء اللي اشتغلتها غيرها؟ يعني اللي هي فقاسات ذي حقت الدجاج. الله. اشتغلنا فيها وكان مره يعني دخلها حتى عالي، يعني دخلها ما كنا متوقعين احنا. وهي شغله بسيطه يعني مره، واللهم لك الحمد الله افتحها في وجهنا. الله يعطيك العافيه. وش الرساله اللي توجهها للناس اللي حاب انه يبدا اي مشروع؟ اول شيء مخافه الله قبل كل شيء. يلا في اللي يسويه وغش بدون غش. بدون غش. ايوه بس لان الواحد ممكن اوقات انه يغش في التجاره او الشغل اللي هو يشتغله. اي بعضهم وش يسوي مثلا؟ يختار له مكان موقع ممتاز وما في شيء، وهو يعني يحتكر السوق يعني. تنجبر علي تشتري ولا تشتري من عندي. فيرفع الاسعار. وهذه تاثرت يعني؟
هاي تثل على الناس ما بعلي أنا أبيع أنا أبيع بنسبة أقل. يعطيك العافية. عبر هالساق البرنامج قبل الحلم شاركونا آراءكم واستفساراتكم وحتى أسئلتكم لضيوفنا اللي معانا اليوم. حمد أنت في كثير من الأحيان يعني تتوجس وعلاقاتك في الوسط الفني أو في مجال الشيلات محدودة جدا لعدة أسباب. أولها أنه حمد في بداياته لم يحظى أو يحصل الدعم اللي هو يستحقه، فلما وصل للمشاهدات المليونية بدأوا كثير من الأشخاص اللي كان يعني حمد يتودد لهم أو يتقرب لهم في كثير من الأحيان يقربون له من جديد، صح أو لا؟ والله صح. شف لابد أكيد أكيد يعني أنت برست رجعوا لك من جديد لابد يعني. ليش ما كانوا يلقون لك اهتمام؟ لأن ما كنت معروف. ما كنت معروف، لازم تكون معروف عشان الناس تنتبه لك. اي لازم، مثل ما قال ابو سعيد ردا عليه، بس ابو سعيد يقول احتاج تلميع من المنشد، حتى الشاعر يحتاج انه يلمع حتى يظهر بريقه ويكون من بارز. لمع حمد حتى وصل لهذه المرحله. اللهم لك الحمد اللي حولي قبل. ابغى شخص واحد في المجال تقول له شكرا لك انه انت مديت لي يد العون، انه مثلا مره صورك او دلك على استوديو او دلك على شاعر ممكن يعطيك قصيده او اعطاك لحن اي شكل من الاشكال. اللهم لك الحمد واجد، ولكن ابرزهم شخص معتزل انا اتمنى انه يرجع. من هو؟ اقرب وقت امسي عليه بالخير من هذه الشاشه، ابو زايد سلطان البريكي. يستاهل، يستحق التحيه. الله، شفت الصفقه في وقتها، شفت شلون حلوه. فابو زايد فعلا فنان، فعلا ما يحتاج احد يلمع له. وش تحب تسمع له؟ نسمع منك والله شيلات واجد اللي مثلا نعطيك صدى. بتذكر ترى في مميزات لما تجلس هنا على الكرسي هذا راح تاخذ مميزات ما راح تاخذها في البرنامج. هي اكبر مميزه صدقني اني راح اكفلك حقك اكثر من زملائك. الله يطول عمرك، لان في الوقت اللي انت بتنشد راح تلقى اثنين ثلاثه في الجلسه الثانيه يرفعون صوتهم، وشفتها في البث صح؟ ان شاء الله كثير تصير صح؟ لا ان شاء الله بتخبر بدايه. ايه كل واحد متحمس. ايه متحمسين وكل يبغى يبرز نفسه. طيب عمري اعطي حمد صدى وخلينا نسمع منه بدون اي مقاطعات ولا بدون اي صفقات، تفضل. تبغى من سلطان ولا من اللي تبي انت؟ وش تبغى؟ اللي يقول اما لو بيوم قالوا كل غايبياتي أثني ما قذت بالأيام ما تأتي بها، أثني ما قذت بالأيام ما تأتي بها، وانحنى ضر الطموح. الله الله ضيعتها. اي لا يقفى النهار وقواب فلا الليل ما وداني معي ضيق صدر سقى الله ضحى هذا اليوم والعصر لا تسقي نهار اجتمع عن حال لفيت صاحب دنكم. حسين أمس كان في نقاش
مع محمد اليابسي وكنت انت زعلان ايه عن موضوع لما اعطى رايه. ليش نصادر حريه راي الاخرين؟ او بالمعنى الاصح ليش تصادر راي زميلك محمد اليابسي يا حسين؟ انا فهمت الشخص. انا بعلمك اللي فهمته انا. ارفع السؤال اللي سمعته. انك سالته قلت له انت من تشوف من الشعراء هنا يعجب؟ قال ما يعجبني منهم ولا واحد. حلو. انا قلت له محمد اليابسي انه ليش تقول الكلام هذا؟ احنا تونا كلنا على يعني على طلبة الله كنا على عهد واحد واتفقنا تحت الكواليس ان نكون على قلب رجل واحد وان ندعم بعضنا البعض. ما هو له محل تقييم، هذا اللي انا اقصده انه ما هو في مكان تقييم. والشيء الثاني انه تصادم مع اخوياك بالطريقه، بعدين قال لي انت ما سمعت، قال لي محمد اليابسي انت قصد انك اصقه. قال لا ما قصده، قال يمكن قصده اني اصقه. ايش المشكله؟ لو يقول علي محمد اليابسي ذا الحين ضحك. حتى لو فعلا ما سمعته، ما سمعت الكلام اللي يوم قال انه قصده انك انت فسرتها تفسير ثاني. يعني ما فسرتها، انا سمعت السؤال منك وسمعت الجواب وسمعت الاجابه وحكمت. حكمت. طيب وش رايك بس ما الأشياء؟ سمعت الكلام اللي قبل سؤالك. هل تشوف هذه الاشياء؟ طبعا هو قال انا ما اشوف الا سالم جديع هو الشاعر، ودون عن ذلك ما اشوفه شاعر. وجهه نظره وحقه وزميله ويبغى يدعمه ويبغى يعزز له. طبيعي يعني عادي، احيانا ترى التعزيز يوصل الغمه. صح ولا لا؟ هو يحب خويه. إيه؟ عرفت؟ بس يحب على حسابنا. بس لا يحبه على حسابنا حقك. هذا غلط. ولا يقول ايش اسمها ما يعجبني ولا شاعر ولا ما ادري ايه، يعني ما يقيم اخوياه بالطريقه هذه. طب هو راي. طيب انا بعد عندي راي. اللي هو ان صوت حمد احسن من صوت محمد. لا مو بصوت حمد احسن من صوت، انه وجهه نظري. اذا كان كل واحد بيخطئ يقول وجهه نظري في الموضوع هذا، اذا بس انه ما جاء. انا فهمته غلط، هذه المشكله. اني فهمت انا غلط. انه قال هو لك في البدايه قبل لا تسال السؤال، قال انا ما افقه في الشعر وانا اخوياي ما فيهم. يعني ما عليه شرها يوم انه ما يفقه وجاي يقيم شعره، هذه مصيبه بعد. اي لا، هو مسكين ما يفقه في الشعر. هذه مشكلته. تشوف ان خويك مسكين؟ اي مسكين ما يفقه في الشعر. يا رجال محوب، انا اعتبره محمد اليابسي هذا شاعر. تعتبره شاعر كيف؟ انا نعم، بس ما ادري عن بناء على ايش تعتبره شاعر؟ وش سمعت له؟ سمعت له قصائد. نعم. فتعتبره شاعر؟ ايه. يعني هو افضل منك في مجال الشعر؟ لا، ما هو افضل مني لا هو ولا سالم جدي. كله والله. قل لي ليه من الافضل، انت ولا مصعب؟ سالم جدي قلنا البارح يوم هذا، يجي الخير في عطوف الشر. لقيته يهاجمني امس. ليش تهاجمني يا سالم؟ انا ما قلت فيك شيء. يدافع عن خويه. انا خال هذا بيشغلون الثنين هذول اللي قلتهم على حسابي انا وعلى حساب زمان. انا اول مره اشوف ثنائيه داخل وبرا البرنامج. ايه. طيب خلي اسال مصعب. مصعب اسلم. انت شاعر؟ اي والله. واحتريت ترى. احتريت؟ نشغل مكيف؟ والله شغل مكيف. والله ما ادري من اسئلتك ولا من المكيف. طيب لازم نعرف اذا من مكيف نشغل مكيف. لا لا، اذا هي من اسئلتي اخلي الورقه ونكملها سوالف. اسلم. سم اسلم. خلاص انت شاعر ما شاء الله تبارك الرحمن، حضورك خفيف على الشاشه يا حبيبي، والتاج يعني حتى جمهورك سبحان الله. ترى انا اقيم الجمهور للامانه. تسمح لي اقيم الجمهور؟ هل انا اهلا لتقييم الجمهور؟ ما عليك من راي، انا رايي قيم. كفو. طيب شفت يا مصعب؟ شفت يا مصعب؟ جمهورك نخبه يكتبون مصعب نتمنى دخوله في البرنامج، مصعب ما شاء الله حضوره جدا متميز. بعض الجماهير يسرد لي لست المنيو، يحط لي اسم المتسابق 16,000 مره. يعني المشكله ما في سحب على نقاط ولا في سحب على من بيكون معنا ضيف، ما في اي شيء، بس يهبد اسمه 6,000 مره. وش الحل معه؟ متحمسين عشاني ومن الكلام هذا. لا مو انت، جمهور متسابقين ثانيين. اها، يحطون الاسم اكثر من مره. اي وش تقول له؟ يحط الاسم اكثر من مره. والله يمكن يطلع الاسم. يمكن يطلع الاسم.
حلو، انت ما يحتاج تطلع، طالع بدون يا حبيبي بدون تكرار. احرجتني والله، صح استحيت. لا بس وش المقصد؟ وش المقصد من اين؟ انه يطلع الاسم. انا يطلع الاسم عشان ممكن تشوف القناه او من ذا الكلام إيه؟ ويشوفون ان عليه طلب جماهيري. إيه؟ حلو إيه؟ زي كذا. انت عليك طلب؟ والله ما ادري. كيف كيف ما تدري؟ والله ما ادري. ما دخلت التاج؟ لا دخلت التاج، شفت نفس الكلام، حتى انا حاطين اسمي اكثر من مره. حاطين اسمك اكثر من مره؟ صحيح بالله. اي والله. كم متعامل معهم بالشهر ولا باليوميه؟ والله بالاسبوع. بالاسبوع. كويس، ربي منعم عليك. الحمد لله. لو قلت لك اسلم في دقيقه، ها تمام، وش حاب تقول لزملائك المتسابقين اليوم انتم في هذه المنافسه؟ دقيقه خلها اقل تكفى. ليش؟ والله دقيقه طويله. طيب في 30 ثانيه تفضل. طيب بتحسب لي 30 ثانيه؟ ايه بحسب لك. طيب اتمنى انكم تستمرون يا جماعه الخير، احنا ما دخلنا هنا الا نتنافس، وكل واحد عنده محتواه، وكل واحد عنده موهبته، وكل واحد جاي يقدم هنا ويبرز نفسه. وانا والله اني انا يوم دخلت البرنامج وش قابلتكم جميع للامانه ما كرهت واحد فيكم، وكلكم خشيتم هنا هنا. يا حبيبي والله الله يحفظك. فهمت؟ كلهم مبدعين، من شعار، من منشدين، جمعوها كلها والله، حتى كوميديين في بعد. ثلاث ايام عرفت كل ذا الصفات. اي يعني عرفت ذا الصفات لاني اتكي معهم كل يوم 8 ساعات يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن. دوام. اي والله دوام. لو تنزلوا لي راتب احسن. تستاهل والله. تستاهل. عبد الله. عبد الله كثير من الناس يقول عبد الله غير منسجم مع المجموعه بشكل كبير، وهذا اثر عليه في انه يظهر موهبته للمشاهدين، صح او خطا؟ لا او صار الكلام هذا قبل امس. ايه امس بالعكس كان مره، ان شاء الله انا من نظري انا يوم طلعت شفت انه مره كويس، ان شاء الله إن في الايام الجايه. كيف حكمت على نفسك انك كويس؟ من اي ناحيه بالضبط؟ الناحيه اللي انت قلتها. انت تقول شفت نفسي وحكمت اني انا كويس. اليوم الاول يوم تعارف. ايوه يوم تعارف، فما كنت امون عليهم كلهم. فالحين عادي انا الحين تمون عليهم كلهم ان شاء الله. من اكثر واحد تمون عليه؟ كلهم والله. اكثر واحد كلهم اللي حاط في خطتك في حال تاهلت بيكون ثنائيتك. تعرف ايش معنى ثنائيه؟ اي عارف. وش معنى ثنائيه؟ اثنين ينجحون مع بعض. اثنين ايش؟ وش رايك فيها؟ عد تكفى. اثنين شو اسمه؟ اثنين يتساعدون مع بعض يتساعدون. ايه حلو. يعني انت من بيكون ثنائيتك بتتساعد انت وياه في البرنامج؟ ما في ثنائيه عندي. ما في؟ لا اكيد مسؤول عن هذا الكلام ان شاء الله. ترى في كلام اليوم بيختلف الشيء هذا لاني متاكد. ليه؟ احس. لا تعرف وشو كلام اليوم؟ اذكر الله انا اذا شوف يمكن الايام الجايه. لا حلو اختلف الكلام. لا اذكر الله قول قول لا قول لا قول لا اله الله. هي مو ثنائيه ثنائيه بس لا في ناس تمون عليهم بزياده. شبه ثنائيه. لا ما هي ثنائيه. قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. في ناس يمكن تمون عليهم بزياده فاصير اغلب وقتك معهم. هذه مو ثنائيه. لا عادي انا احب الادمي تعب يسمعه. مو بخط ان ثنائيه. من اللي ما تحبه الحين؟ ما في احد ما احبه. المفروض اذا انت تحبهم كلهم تجلس معهم. دقيقة أكثر أنت قول لا أنت قول لا يا الله. أنت شفتي أنت شفتي مركزين مكان واحد. أنا ترى أروح هنا وهنا كلهم رحت عندهم وكلهم مو معهم. حلو. فأنا أقول لك لو أنت شخص مخرب جلسات كل شوي في جلسة. تشوفوني مخرب أنتم. الله يجعلني قبلكم يا شيخ. يهمك رأيهم؟ يهمك رأي الناس؟ أي والله أخويا. يهمك رأي أخويا؟ نعم. متى صار أخوياك في 3 أيام؟ أنا أشوفهم أخويا كلهم. انت تشوف نعم. مصعب انخذل من زملاء سنوات كانت علاقته. انا مستعد انخذل. ها انا مستعد انخذل. انت مستعد تنخذل؟ نعم. ليش مجهز نفسك لهذا الشيء؟ لانك تتوقع انك تنخذل صح؟ اذكر الله. انت اذا كل مره اقول هذا ما بصادقه بنخذل، هذا ما بصادقه بنخذل، لا صادقين كلهم. اذا انخذلت انخذلت، اذا نجحت نجحت. سوقها. ممكن اجابه مقنعه. حمد نبه. انت معروف مشهور
وشلاتك واصلة للناس بالملايين، تقديمك لزد رصيدك من أجل ماذا؟ أنت جاي تنافس مين؟ هنعرف أكثر. أنك تنعرف أكثر. يهمك أنك تنعرف أكثر. يهمك أنك تنعرف أكثر. أكيد شاشة تجلس فيها ساعة تطلع. مو على كل حال. والله أتكلم الصدق وكلا. إيه صحيح. أنا ناس يتمنى يجلسون جلسة ساعة. إيه بس أنا أقول إنه أنت شخص معروف وفي مجالك ماشي ما شاء الله تبارك الله. أنا أقول لك يعني. وفي طلبات والاستوديو شغال والدنيا في الحلاوة والأمور زينة. أنا أقول لك معروفين ولكن معروفين سمعيين أكثر. إيه. ولكن مثل ما نقول لك الإعلام المرئي ما هو مركز علينا بشكل قوي. يعني احنا نحتاج ان احنا نفعل السناب، نحتاج ان احنا نفعل برامج البث. ليش ما فعلتها؟ لما في ما حد يعرفك، قليل يعرفك، يعرفك كشكل او ك يعني ترى قبل يمكن 3 سنوات 4 سنوات وقعنا مع شركات وصرنا نسوق انفسنا قريب يعني ما هو من زمان. بدينا يعني شوي ندخل في. طيب من ينافس حمد في مجال الشيلات؟ نفسي. انت ما تنافس الا نفسك يعني ما ترى غيرك؟ لا فيه وجدين بس انا اتكلم عن نفسي، ان فشلت ففشلت من نفسي ونجحت نجحت من نفسي. صحيح. معناته انت في الميدان لحالك؟ ما اتكلم عن الميدان الحالي لا، مش دي واجد وقلت لك ترى بدي. اي حلو. طب انت من تنافس؟ والله المبدعين واجد ولكن ممكن الشيلات يعني كل يقدر يقدم شيله ولكن حسب الخامه حسب. وش رايك على الدخلاء في مجال الشيلات؟ الله يوفقكم. انت وش رايك؟ انت ما يعني ما تحامي على مجالك، ما تحامي على مهنتك؟ والله يعني مثلا انا اي واحد الان تكلم شيلات، انا من الناس اللي اخطب ودخلت في مجال ما هو لي اللي هو يعني في كثرنا شوي في كان احنا منا الاغاني مجال أكثر. الشيلات ايه. وكيف يعني ملت ما ادري دخلنا في هذا؟ لا انا اتكلم كمجال الشيلات، الدخلاء في مجال الشيلات وش حاب تقول له؟ الله يوفقكم واشتغل على لحنك اكثر وعلى تتون اكثر. لا مو على كل حال، مو على كل حال. في ناس تطلب، في ناس ما تشوف انهم اثروا. لا لا عادي جدا صدقني ما ما, ما نجح الا الناس ولا خربوا لا بد. هل تشوف ان كل شخص معروف عند الناس هو ناجح؟ اكيد غلط. ليه؟ بالعكس في اشخاص سيئين كثير معروفين عند الناس وهذا ليس بنجاح، يشوفون عشان يضحكون عليه. هل انت شخصيا تشوف ان الناجح ما فيه له منتقدين؟ اذا انت مالك منتقدين ما انت بناجح. لا انا ما قلت لك منتقدين. طيب أقول كيف تنجح؟ انه وصول اي احد يصل للناس فهو ناجح. والله على حسب الماده اللي قدمها هو وش يعني مو هو على كل شيء بينجح ولكن على حسب. في ناس ممكن مقطع واحد يقدر يشوفه 50 مليون شخص. صحيح. ولكن ما يقدر يطلع بكره. انت كم يشوفك من شخص؟ انا 2 يهموني يشوفوني بس. 2؟ ايه 2 يشوفونك بس. فجيت هنا عشان تزودهم 3 يصيرون 5. ها؟ لا والله يهموني 2 الصدق. مين؟ لان هم كل شيء لحمد. الوالد والوالده. الله يخليهم لك ان شاء الله. الله خير. ويطول في عمارهم. اجابه دبلوماسيه. الله يطول. تمام؟ كلنا نقول هذه الاجابه، لكن فعلا حمد انت مين يهمك يتابعك؟ اللي يحب الشيلات ويحب اللي حنقدمه. اللي يحب الشيلات. طيب في حال كنت احد المغادرين العشرة وش حاب تقول؟ الله يوفقكم وبننافسكم برا بعد. دعوات لك بالتوفيق ان شاء الله. تشوف انك انت تستحق التأهل من ضمن ال 14؟ اذا الناس تشوف نقول يعني يهمك راي الناس. الناس هم اللي يعرفون، احنا نأدي والباقي في المقابل. انت قلت انا ما يهمني الا سبحانه وعندهم. انت قلت ما يهمني الا شخص يشوفوني امي وابوي، معناته راي الناس ما يهمني. والله شوف في التأهل صار يهمك راي الناس لازم. لا 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 شو مو تناقض. لا لا مو تناقض. يعني انت بنفسك ما جيت هنا الا عشان الناس. وين انا هنا جاي عشان راتب. طيب والناس بعد؟ لا انا جاي تدخل هاشتاج تشوف الاسئله. صح اشوف الاسئله اللي لكم. إيه اشوف الاسئله انا اقول لك يعني عشان فيه لازم يعني هذه ماده تفاعليه للشخص انه يقدم شيء صح ولا لا. انا اقول لك يعني اهم علي كل انسان اهم عليه والدي اذا هم راضين عنك وعلى الشيء اللي تقدمه فان شاء الله الباقي ان شاء الناس الله الناس تتحكم فيك. ها الناس تتحكم فيك في رايك في ادائك في اعمالك. قبل لا ما اشوف اهم شيء رايك انت شخصيا اذا انت راضي عن الشيء اللي بتقدمه. لا عاد يهمك شيء خلاص. كويس. يعني نتفق ان راي الناس ما يهمك الا في التاهل اذا الناس يشوفونك انك تستحق. والله شوف التاهل انا قاعد اقدم شيء هنا ما هو شاد. انا ما جيت هنا بس اسمعهم صوتي. لو ابغى اسمعهم صوتي جلست وكملت شيلات بس.
دعواتك بتوفيق. عبد الله وش حاب تقول لو كنت احد المغادرين العشرة؟ الله يوفقهم ونتمنى اتمنينا نكون معهم لكن خيره فيما اختارها الله. بس شدوا حيلهم بالتوفيق ان شاء الله. حسين لو كنت احد المغادرين العشرة وش حاب تقول؟ اقول تشرفت بمعرفتهم جميعا عرفت، وفيهم ناس يعني اعتبرهم انا دواهي دواهي ما عم دواهي. هذا اسم جروب دعم؟ لا ما ادري والله قد مره يصنع الجروب دعم لكن حطيته فكره. انت لا تاخذه يزعلون عليك بعد. لا هذا اليوم بسميهم. فهم فيهم ناس عندهم امكانيات كبيره وعندهم رسائل وعندهم امور والله العظيم اني صادق، وان غادرتهم تشرفت بمعرفتهم واستمتعت معهم الايام اللي كنت جالس معهم فيها ولا فيها شيء. مصعب تسألني السؤال هذا تكفى اجله. لا ليش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ناجله الى متى؟ اجله يعني اجله الى الاسبوع. حاب انك تكون ضمن ال 14؟ اوه اكيد هذه ما يبيلها، هذه ما يبيلها، كذا ادخل مع ال 14 كذا طوالي على طول. ولو كنت واحد من العشره المغادرين؟ اعوذ بالله. وش بتقول؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وش بتقول؟ بقول لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ترجع لاخوياك؟ كيف ارجع لاخويا؟ انت خلاص تركتهم انت في ثلاث ايام تركت اخوياك؟ ليش اتركهم؟ اخوياك بترجع لهم اقصد خلاص بتكمل حياتك معهم ولا بتكمل في مجال؟ اكيد اكيد برجع لهم. برجع لهم. اكيد. مصعب انت من وين؟ بعد غصب بعد. انت من سكان الرياض؟ انت من سكان الرياض؟ لا. من سكان وين؟ من قلبك. يا حبيبي ايش رايك؟ ايش رايك؟ يا الله. شفت كيف؟ شفت شلون صفقوا لك؟ انت اكثر واحد صفقوا دبلوماسي يعني. يحبونك. يا حبيبي والله حتى انا احبك. ليش ما تبي تفصح انت من وين؟ لا انا من الخبر. انت من الخبر؟ ايه من سكان الخبر. الله الله الله. لا تدري الخبر دائما رايقين هادين يعني فيهم زي فيهم رزاق فعلا فعلا. فسبحان من عطاك. سبحان الله. لو كنت احد المغادرين العشره وش بتقول؟ بقول لزملائك لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لزملائك لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في الشعر تقيم نفسك رقم كم بين زملائك؟ بين زملائي أنت بين زملائك؟ تبي تحشرني بينهم؟ لا لا ما أحشرك. أنت تقيم نفسك رقم كم بس سؤال؟ يعني كل واحد يبغى يأخذ الأول، لكن أنا هنا مع رياجيل كلنا تشاركنا في مركز واحد الأول بإذن الله. دعوات لكم بالتوفيق. بتقسمونا بينكم؟ إيه نقسمها نص هلال. من اللي بياخذ النص؟ من اللي بياخذ الهلال؟ والله بنقسمها النص. كم فيها هلالة؟ خمسين. خمسين والله كفت حتى اللي برا البرنامج. يستاهلون. تقصد سالم جدية؟ لا ما أقصد أحد. والله ما أقصد أحد معين. أقصد اللي برا. أحسن إيش رأيك؟ والله قسمها تقسيم عادلة. عادلة للي في البرنامج وبعد البرنامج. أول نسخة شوف قلبها على اللي في البرنامج وبرا البرنامج. يستاهلون يا أخي. الله يعطيك العافية. أعطيني الأول إن شاء الله. طيب نسمع منك شيء. وش تبي أنت؟ وش أحلى ما كتبت؟ في كل مرة ترددها. في أشياء واجد. أحلى ما كتب فيه الله الله يقول يا صحيبي. صوتك زين؟ لا تبي أغني لك؟ أغن. لا صوتي خايس ما ينفع. بعد دام حمد اموره زينه يقول اي احد دخيل على مجال الشلات الله يوفقه. لا تطلب تكفى. عتاب منه. عتاب؟ اوه مشتحن انت. اي مثلا لا ما سمعنا منه ابغى نسمع منه. في مثلا بيتين يقول تخطي علي وتخاف يا ظبي الوعل هدي ولا تاكلك شرهة صاحبك احلى عتاب اللي يجي بعد الزعل لا شفتني يزعل واجيك اعاتبك. الله في واجد. نسمع منك شيء يا حسين؟ ابشر. اودي تجي زين عشان التصميم يصير حلو عشان تعرف اني اخاف عليك اكثر من اخوياك. شوف ولا واحد انا ما ادري ايش بلاني انا. ها؟ اربكتني يا تركي الله يهديك. طيب خلنا نسمع شيء. تبغى عتاب ولا غزل؟ وش تبغى يا هو من غزل. غزل؟ اي والله قلبه خضر علي. غلطنا. يقول سلام يا زين الخصائل والاوصاف. سلام. قلب شخص يموت بك وانت داري. داري اسمك الى منه تجلى على القاف وزير دوله فوق كرسي وزاري واجمل غنادير الهوى منك وقاف في حضرتك يستقبلون العباري وانا على حبك فلا عندي خلاف تصرفي في الحب جدا حضاري. سلام عليك. عند من حد يطاف انك هواي ومنيتي واختياري في عيني اشوفك وفي عين من شاف
عذرية تسوى جميع العذاري. لا تهجريني لقد خاطرك جاف، ماني على هجر المحبين ضاري، أما عطيني لذة الحب بسراف ولا تركيني هايمة في الصحاري. يا سلام صح لسانك. أنت عدلات فيه أبو حمد. بشكل سريع، في طلب من التاج ثالث والديني، شيلة لك. أول شيء دربيل لهم على الطلب، الله يخليك. الشيء الثاني هذه من شيلاتي، ولكن تصدق اني انا من الناس اللي فيني نسيان، اعوذ بالله، اعاني منه صراحه، ما احفظ انسى، ولكن بعطيك لو انت مثل محمد يقول سمي الانسان لكثره النسيان. والله العلي العظيم ما ادري هل في علاج لهذا الشيء؟ الهروب من السؤال لبي؟ لا والله مو هروب، هو لا لا هو مو بد. لا انت ما شاء الله عليك، ما حتى لو انحشت بيمديني الحق. اي بالله يمديك. سمعنا نفس الشيء. انبغى الثالث والديني ولا شيء على خاطرك نختم فيه؟ يا سلام. أعوذ بالله، كانت محضرة قبل، لكن لا إله إلا الله. يقول إيه كل ما قفيت ناداني تعال، كل ما قبلت عزب الرحيل، الحقيقة غدت مثل الخيال، وعدوي وفخليل، وكل ما قلت له يا ابن الحلال المحبة أطى وانت بخيل، التفت يميه عاجلا وقال أن لالي نسيان. أعود يعطيك العافية. كنترول، كم باقي لنا ونختم؟ كم باقي لنا من الوقت ونختم؟ تقريبا خلص يعني، حاب ان نختم. طيب الله يعطيك العافيه، شكرا لكم، شكرا لحضوركم، استمتعت اليوم فيكم بشكل كبير. بعطيه ختام اللي بيختم. انت؟ انا بعطيه اللي بيختم. بتطلب او ايش؟ انا بعطيه بسمه. بتعطي؟ اي بعطيه، بعطيه ختام. من هو بتعطي؟ ابد سم اعدادك طبعا. سم كذاني عذاب الله يجازيك بافعالك، جرحت الضمير ولا طرى لك تداويني، كذاني عذاب الله يجزيك بأفعالك. شكرا. يعطيك العافية. وبما أن يعني وصلنا لنهاية الفقرة ولا زال فيكم السبات الشتوي، العم منيب بيهديكم شيلة تلعبون عليها وتصحصحون إن شاء الله، وإن شاء الله الطيب وتجبر ما تم كسره في فقرة خفايا. الله يطول. أنا سعيد فيكم إن شاء الله. حنا سعداء. دعوات لكم بالتوفيق. الله يجزاك خير. أنتم مجموعة قوية للأمانة. يا رب لك الحمد. محتارين حتى الجمهور في توقع منهم العشرة اللي ممكن يغادرون، لكن يسعدني ويشرفني أنه لو كان أحد منكم مغادر من ضمن العشرة أني أنا جلست معاه وحاورته. حنا اللي يسعدني. ودعواتي لكم بالتوفيق. الله يطول. الله يحفظكم. شغل عم منيب. I'm